قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا أربعة براهين واضحة جلية تدل على ضعف وعجز هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، فكيف يعبدون؟ نأتي إلى هذه البراهين مجملة. أولا البرهان الأول قال ما لا يخلق شيئا، هذا برهان ودليل على ضعف هذه الآلهة. البرهان الثاني أنهم يخلقون. البرهان الثالث أنهم لا ينصرون عابديهم. البرهان الرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم؟ فهذه براهين أربعة في هذه الآية تدل على عجز وضعف هذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. وقوله عز وجل ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما هنا موصولة، وإذا كانت موصولة فإنها تفيد العموم، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق شيئا. ولذا قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتى لو اجتمعوا، والذباب من أحقر وأصغر الحشرات. بل قال عز وجل مبينا ضعف هذه الآلهة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، قال بعض المفسرين الطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود، فكلاهما ضعيف. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه في أعلى المقامات ماذا أمره عز وجل أن يقول؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ فكيف بمن هو دونه؟ بل الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فحتى الملائكة تفزع وتخشى من الله عز وجل، وتخشى أن يحكم الله عز وجل عليها بعذاب من عنده فتفزع. ولذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ماذا تقول الملائكة؟ سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولذا يقول بعض السلف من عرف الناس استرح، من عرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون استراح واطمأن قلبه، وذلك لأن المخلوق لا يرد عنك شرا ولا يجلب لك خيرا. ويكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة جميع الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال تعالى لا يخلق شيئا، لا هنا نافية وليست ناهية، فنفى عز وجل أن تكون هذه المعبودات خالقة شيئا، ونفى الخلق عن هذه المعبودات، فدل على أن الخلق قد تفرد به عز وجل. وذكر الخلق هنا من باب إلزامهم، كيف؟ قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم، ما جوابهم؟ جوابهم الآلهة؟ لا، ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعتقدون ويقرون بهذا، فوجب عليهم أن يصرفوا العبادة لله عز وجل ولا يصرفوها لهذه الآلهة العاجزة. فقوله تعالى ما لا يخلق، يخلق هنا جملة فعلية لكنها بصيغة المضارع، والمضارع تفيد الاستمرار والتجدد، فدل على أن هذه الآلهة لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا في أي زمن من الأزمان أن تخلق شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتعه، فهذا برهان ساطع على أن هذه الآلهة لا يمكن أن تخلق شيئا، وأوضحت الأدلة أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا حتى الذباب. ثم قال مبينا ضعفهم بذكر البرهان الثاني وهم يخلقون، فكيف يكون المخلوق معبودا من دون الله؟
ولذا قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالقسمة ثلاثية لا يمكن أن تكون رباعية، إما أن يكونوا خلقوا من عدم من غير شيء من دون أن يخلقهم خالق، وهذا يستحيل لأنه ما من مخلوق إلا وله خالق، أو أنهم خلقوا أنفسهم أم هم الخالقون. فإذا انتفى أن يكونوا خلقوا من غير خالق أو أنهم خلقوا أنفسهم، ألزموا بأن يقروا بأن، وهم يقرون بهذا، أن الذي خلقهم هو الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ثم ماذا قال؟ بل لا يوقنون. هم يقرون ويعترفون لكنهم لا يوقنون ولا يرعون ولا يستجيبون. وقد بين عز وجل أن هؤلاء المخلوقين العابدين قد تشبثوا بالسراب وقد تمسكوا بأضعف الأشياء. ما هي؟ قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. أكمل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم ذكر البراهين: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ولذا قال: وهم يخلقون. بل قال عز وجل في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهم لم يحضروا خلقه عز وجل للسماوات والأرض، ولم يحضروا خلقه عز وجل لهم، ولم يكن معه شريك في خلقهم. ثم قال عز وجل: ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا هو البرهان الثالث الذي بين عز هذه المعبودات. قال: ولا يستطيعون، لم يقل ولا ينصرونهم، نفى هنا الاستطاعة حتى يجتث هذا الاعتقاد من أصله. فإنه لو قال لا ينصرونهم ربما يستطيعون، فلما نفى الاستطاعة دل على شدة ضعفهم. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. ونصرا كما سبق ذكر في سياق النفي فتعم، فلا يستطيعون أن ينصروهم بأي نوع وبأي صورة من صور النصر. ولذا هذه الآلهة تتبرأ منهم وتقول يوم القيامة: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا. وقوله تعالى: ولا أنفسهم ينصرون، هذا هو البرهان الرابع على عز الآلهة. قال: ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت هذه الآلهة لا تنصر نفسها فمن باب أولى أن لا تنصر غيرها. وتقديم الأنفس هنا من باب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، فالأصل ولا ينصرون أنفسهم، فتقديم المفعول الذي حقه التأخير يدل على التوكيد، التوكيد والحصر الذي يحصر فيه عجز الآلهة. فإذا كانت لا تقدم لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا فهذا مؤكد على ضعفها. البراهين القطعية في ضعف هذه الآلهة قوله عز وجل: ولا أنفسهم ينصرون. ثم قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قيل إن هذه الآية في شأن الكفار، سواء دعوتموهم أم لم تدعوهم فلن يهتدوا، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكقوله تعالى:
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه الآيات نزلت في أقوام معينين من الكفار سبق في علم الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا. ونظيرها أيضا قوله تعالى على أحد وجوه التفسير ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي دعوته أو لم تدعوه فهو باق على حاله فشأنه كشأن الكلب. القول الآخر وهو المعني معنا هنا ولا يمنع أن يدخل القول الأول، لكن السياق يدل على رجحان القول الثاني. قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، هذا فيه دليل على ضعف هذه الآلهة، فهذه الآلهة لو دعيت ما استجابت ولم اتبعت، ولذا قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لما؟ لأنهم لا يسمعون ولا يعقلون. قال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قيل إنها في المشركين، يعني هؤلاء المشركون لو دعوتموهم لن يسمعوا، فقد أغلق الله أسماعهم كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، عندهم سمع وعندهم بصر لكنهم لا يرغبون أن يسمعوا ولا أن يبصروا. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن العمى ليس هو عمى البصر لكنه عمى القلب، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. القول الآخر وهي أنها في الأصنام وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. لما؟ لأنها جمادات. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، النظر هنا ليس على هذا القول، ليس هو النظر الحقيقي، وإنما هو نظر مقابلة كما تقول داري تنظر إلى دارك، يعني داري تقابل دارك. فهؤلاء المعبودات من الأصنام تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال عز وجل مبينا برهانا آخر على عجز هذه الآلهة وضعفها وهو أن هؤلاء العابدين أفضل من هؤلاء المعبودين، فكيف أنتم أيها العابدون تعبدون من أنتم أفضل منه؟ قال تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. أنتم فيكم هذه الجوارح وهذه الجوارح عارية عن هذه الأصنام، فكيف تعبدونها؟ إذن أنتم أفضل من هذه المعبودات. البراهين القطعية في ضعف هذه الآلهة. قال عز وجل مبينا برهانا آخر على عجز هذه الآلهة وضعفها وعلى غياب عقول هؤلاء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فيما تزعمون أنها آلهة. ولذا قال عباد أمثالكم، يعني مسخرون منقادون حتى وهي أصنام أو أحجار أو أشجار. ولذا قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، قنوت تسخير وتذليل. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال عز وجل في سورة يونس مبينا ضعف وعجز هذه الآلهة قال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ثم قال وهو موضع الشاهد
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ من هو الذي عبادته حق؟ الذي يهدي إلى الحق أم الذي لا يهتدي إلا إذا هدي؟ فهذه الأصناف لا يمكن أن تهتدي إلى مكان إلا بهداية عابديها بنقلهم من مكان إلى آخر. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه الآية برهان على عز هذه المعبودات، فكيف تعبد من دون الله؟ ما هو هذا البرهان؟ قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. البرهان هو أن هذه الآلهة لا تملك شيئا، حتى الشيء اليسير الذي هو القطمير لا تملكه، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ فإنه لا يعبد إلا الكامل الملك المالك. قال ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا برهان آخر على أنهم لا يستمعون ولا يسمعون. قال عز وجل مبينا برهانا على عز هذه الآلهة وضعفها، قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. تحداهم أن يأتوا هم وشركاؤهم فيكيدون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم تحصل مكيدة ولا ضرر دل أيضا على ضعف هذه المعبودات. ثم قال عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما انتهت الآيات مبينة البراهين في ضعف وعز وحقارة هذه المعبودات وتحدي النبي عليه الصلاة والسلام لهم ولأصنامهم، قال إن ولي الله ولاية الخاصة هو الذي ينصره عز وجل. إذن هذه الآلهة لا تستحق أن تعبد. لما؟ لأنها لا تنصر عابديها ولا تنصر نفسها، لكن الذي ينصر عابديه هو الذي يستحق العبادة. ولذا قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.